السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا، حياكم الله في برنامجكم مشاعرنا من تلفزيون الريال. متواصلين معاكم ومع اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا في البرنامج اللي يعبر عن محبتكم وولائكم لوطنكم قطر. نستقبل اتصالات ابو محمد. اول شيء مسيك بالخير محمد. الله يمسيك بالنور، جعل اليوم فينا شوي. الله يبارك فيك، العافية. ربك طيب، بخير، جعلك بخير. نرحب بالمشاهدين، ابرك الساعات، ونذكرهم بهواتف برنامجنا ابو محمد. صدق. اذا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في برنامج مشاعرنا الذي نستقبل فيه مشاعركم من خلال اتصالاتكم على هذا البرنامج لنحتفل جميعا بهذا اليوم الوطني. نعم، اليوم الوطني هو يوم للاحتفال وأيضا يوم للعمل ويوم لحب الوطن، ولنستذكر جميعا ما كان عليه الآباء والأجداد سابقا فيما وصلنا إليه، حيث بذلوا التضحيات الكبيرة من أجل أن تبقى قطر عالية خفاقة بين الأمم. مشاهدين الكرام، مشاعركم نستقبلها على الرقم 444-441-581 5-4-1-8-1. كما أيضا يسرنا أن نستقبل مشاركاتكم وأيضا مظاهر الفرح عندكم من خلال إرسالها لنا عبر الرابط الإلكتروني sabr@rayan.tv اللي راح نتواصل من خلاله بعرض موادكم الفيلمية وصوركم الفوتوغرافية المرسلة عبر هذا الرابط الإلكتروني. سعيد بإذن الله حلقتنا اليوم راح تكون فيها مجموعة من الفقرات، وأيضا راح تكون عندنا ضيفة مميزة راح تكون إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة بإذن الله تعالى. طبعا ضيفة راح تكون معنا لها ذكريات جميلة مع كل هالقطر، خاصة اللي في جيلنا أبو محمد، وراح أتذكرها إن شاء الله معاكم، بس بعد ما نأخذ فاصل جميل اللي تعودنا عليه. إذا دائما البداية مشاهدينا الكرام مع أغنية الأدعم، وهي كلمات مميزة دائما ما نبدأ بها حلقتنا في برنامج مشاعرنا. فوقك سماوات العظيم، تحتك رفات المخلصين، اكفخ بنبض أرواحنا يدعم على مر السنين. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مع برنامجكم مشاعرنا، ونقول مرحبا ومسهلا بكل اتصال يشارك معنا في البرنامج يعبر عن فرحته ولا اهل الوطن. ابو محمد، كل ما يقرب اليوم الوطني تاريخ 18 تشوف الفرحه كل ما لها تكبر. اكيد كل ما لها تتوسع الافراح حتى بين البيوت وبين الشوارع، وحتى الناس في فرحتهم حتى في تزيين السيارات. صدق. والكل قام يساهم في تزيين حتى بيته، سواء سيارته حتى في مكان عمله، بالافضليه في التزيين. فما ادري شفت محمد انت جاي في الطريق نفس المكان؟ اكيد اكيد سعيد، انا من خلال يعني طلوعي من البيت للدوام اشوف بعض البيوت اللي موجود عليها الاعلام قطر، ايضا سيارات بعض الشباب، حتى ايضا بعض اخواننا الكبار السن يزينون سياراتهم باعلام قطر. مثل ما ذكرت، مع اقترابنا من اليوم الوطني تاريخ 18 ديسمبر، اكيد بان مظاهر الاحتفال تاخذ في الاتساع، ودائما
يكونون مستعدين لمثل هذا اليوم. وأيضا بالمناسبة سعيد إخواننا المقيمين أيضا اللي نوجه لهم كل التحية ونوجه لهم كل التقدير على مشاعرهم الطيبة القطر لما شوف يعني ما شافوا من قطر إن شاء الله هلا كل علم غانم وكل خير. وبالتالي أيضا هي مشاعر متبادلة ما بيننا وبينهم وأيضا هم شفتهم حاطين علامة على هالكلمة الطيبة. عندي زميل لي في العمل اسمه عبد اللطيف البلتاجي أشوف عبد اللطيف يوم مريت عليه في المواقف طالعين ولا أشوف حط زينات وحط الإعلام فشافي مثل اللي يقول شو عندك مستعد يا أبو نواف قال لي قطر مو بلك لحالك قطر لنا كلنا وهو صادق بهالكلمة اختصر لي إياها مشاعرها الطيبة صدق. واحنا بعد نوجه له تحيه بعد عبد اللطيف البلتاجي يستاهل اخونا عبد اللطيف. خلونا مشاهدينا الكرام نبدا معاكم في صبر مثل ما قلنا بان في برنامج مشاعرنا نستقبل مشاركاتكم ومظاهر الاحتفال لديكم عبر sabr@rayan.tv وهذه المشاركه وصلتنا من اخونا فهد بن علي المعاضيد ونشوف بنيه لابسه ثوب النشل وحاطه في يدها اليمنى لدعم وتمشي في نشوف هذه الطعوس صورة معبرة وأيضا تدل على يعني أنا أقول مصور محترف. خلونا نشوف الصورة أن البنت تمشي باتجاه الأمام كأنها تمشي للمستقبل من خلال موقعها في على مثل ما شفنا تمشي لها على طعس فبالتالي على ما كان يسير عليه الآباء والأجداد نمضي محافظين وأيضا في طريقنا إلى المستقبل وأيضا حاملة العلم بيدها اليمنى دليل على احترام العلم وعلى قيمة العلم أنه ما يحمل إلا أكيد باليمين. وفي صورة ثانية بعد مشاركة معنا من أخوي إبراهيم بن خالد الطفل إبراهيم خالد العمادي وتصوير أخت ليلى العمادي وهذا الزي اللي نحتفي فيه دائما في قطر بس السنة يعني في حاطينه بتشكيلة ثانية اليوم حاطينه العلم على زبون والمنجد ولبس جميل صراحة ما قصرت أخت ليلى العمادي نوجه لها تحية على المشاركة الطيبة. نعم إذا شكرا للأخت ليلى العمادي وهذه الصورة إذا لإبراهيم خالد العمادي. الآن مشاهدين الكرام نبدأ في استقبال اتصالاتكم ومعانا أخونا علي من ألمانيا. مرحبا يا علي. إذا انقطع الاتصال مع علي. نشكرك يا علي على مشاركتك معانا حتى وإذا ما سمعنا صوتك ولكن اتصالك يكفي وصلت مشاعرك والله يردك لنا إن شاء الله بالسلامة وبالعافية يا رب العالمين. نذكر مشاهدين مرة ثانية بالرقم 5 4 1 8 ممكن تحط على الشاشة إذا يمكن للجمهور 5 4 1 8 1 ونذكرهم بالموقع اللي هو صبر sabr المرة نعم لا ممتاز شغلك عدل sabr@rayan.tv يا سلام عليك. فإذا ممكن أبو محمد الرئيس أو شفت فرحة جميلة ممكن تصور لنا أبو محمد إن شاء الله على خشمي عليه الشحن لكن الرئيس ما نروح له الأيام الله يعينك الله يجزاك خير. إذا نقول مرحبا ومسهلا بكل مشاركة وكل مشاعر طيبة تجينا سواء من قطر من مواطنين من مقيمين او سواء من الخارج من اخواننا العرب او حتى هن الاخوان العرب اللي في الخارج ممكن يشاركون معنا ونقول لهم مرحبا ومسهلا على الفتح الخط الدولي اللي هو 00974 صحيح تاخذ اتصال. نعم اعتقد الاتصالات تجهز واحنا نعتذر من المشاهدين لان هذه البداله رقم واحد ولكنها تستوعب اكثر من اتصال. الاخوان يقولون لي في الكنترول انه في ضغط على البداله وبالتالي ان شاء الله باذن الله يحلون الاخوان هذه الجزئيه. عموما معانا عوجان اخونا عوجان من بني هاجر واستقبل هذا الاتصال من عوجان. مرحبا يا عوجان. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور الله يحفظك. يا مرحبا مساك الله بالخير يا ابو عوجان. زال حالك مرحبا ومسهلا يا عوجان. يا مرحبا مساك كيف حالك ابو مثلع؟ الله يطول عمرك اخوي عوجان ونهنيك بمناسبه اليوم الوطني طال عمرك. الله يسلمك انا ارفع اسماء ايات التهاني ل صاحب السمو أمير بلاد مفدى الشيخ حمد بن خليفة عزاني وإلى ولي عهده الأمير الشيخ تميم بن حمد وإن شاء الله دوم إن شاء الله الأفراح على الديرة اللي ما نقدر نوفي له وش يسوي والله ما نوفي لها. صادق عجان من شرعان عجان ولا غلطان؟ لا يبا أنا من شرعان أنا من الكويت. ونعم 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 يا عجان تاريخ 18 إذا الله راد. نعم وين عجان راح يكون؟ في الحفل ما في كلام في الحفل بني هاجر اذا الله اراد. اي نعم ان شاء الله في الحفل وكل العالم يكون كل واحد بيكون في حفل كبيرته ان شاء الله. اكيد يا عجان شاكرين لك على المشاعرك الطيبه النبيله شكرا لك. طبعا وجه شكر للقبائل كلها والعوائل اللي كلهم مشاركين في اليوم الوطني باقامه العرضات واحياء تراثنا الجميل باقامه الحفلات اللي تخص اللي هو تاريخ 18 ديسمبر. نعم وايضا نشكر
كل مواطن يحتفل بهذا اليوم الوطني وبهذه المناسبة. وأيضا نشكر أيضا بعد مثل ما قال سعيد القبائل، لأن أيضا القبائل بينهم وبين بعض زيارات، وهذا الشيء نعم بالفعل يا سعيد يدل على روح التكاتف فيما بين كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة تحت راية سيدي أمير البلاد المفدى، وتحت أيضا شور سيدي ولي العهد الأمين، وتبقى راية الأدعم إن شاء الله هي الجامعة للكل، مثل ما كان بيرق الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الأدعم اللي هو طبعا أحمر اللون الغامق الأحمر الداكن، وأيضا بيرق الشيخ جاسم جمع القبائل آنذاك، وها هو الآن الأدعم يجمعنا بعد تقريبا سنوات. نعم اتصال جديد من زيد من الريان. مرحبا يا زيد. هلا بك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، وكل عام قطر بخير. وانت بخير يا زيد. أنا طال عمرك سعودي وعايش في قطر، مستقر هنا في قطر، وحبيت أن أشارككم كواحد من دول الخليج باليوم الوطني هذا. الله يحييك، الله يحييك. وهذا مثل ما قال زميلك قبل شوي اللي هو البلتاجي عبد اللطيف البلتاجي اللي قبل شوي قال الله يزميلك، يقول هذا قطر تستاهل، وقطر لنا كلنا مو لكم بس. أكيد أكيد نعم. أكيد يا زيد. اي نعم، في طال عمرك انا حلفني الحظ اني حضرت هذه ثالث سنه هنا اواجه العيد الوطني حق قطر هي، وكل سنه افضل من سنه، وخاصه السنه هذه احس ان فيه لحظه وطنيه مش طبيعيه. لفت انتباهي سياره عليها لوحه دوله خليجيه، كتاب مو رخصا في تشد امارات لكن قطر تستاهل، مكتوب عليها من وراء، وفعلا قطر تستاهل ويستاهلون اهلها. الله وكل سنه ان شاء الله وقطر بخير، دائما قطر بخير كلنا بخير. امين. الله يجزاك خير. ومثل ما قال راعي العليا حمد، يعني القصيده المشهوره راعي العليا حمد هو يستاهل ابو مشعل. بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا، شكرا لك يا اخوي زيد، والله يعطيك العافيه، ونشكر كل اخواننا من دول الخليج على مشاعرهم الطيبة، اللي كلمنا من الإمارات، واللي كلمنا من السعودية، واللي من عمان، واللي من الكويت، واللي من البحرين، من كل دول الخليج ومن كل الوطن العربي الكبير، نشكركم جزيلا على مشاعركم الطيبة تجاه هالقطر ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة. نتواصل مع الجمهور. نعم. ونقول مرحبا بهالاتصال من أخوي سعيد من الريان. مرحبا يا سعيد، مساء الخير يا سعيد، تسمعني يا سعيد؟ يا ريت تسمعني عن طريق التليفون يا سعيد عشان يكون ما يكون في صدى للصوت. سعيد الظاهر ما صار عنده تردد في الصوت. يمكن. يا ريت يشاركون معنا من الاخوان، نوجه الرساله للاخوان، بس اذا حاب انك تشارك معنا في البرنامج انك تسمع عن طريق التليفون عشان ما يكون في صدى للصوت معنا في البرنامج. ناخذ اتصال يا سعد. نعم دانا وياك. مرحبا دانا. مرحبتين. هلا في اختي دانا. بغيت تهنية. تفضلي. حق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وللسمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وللسمو الشيخة موزة، وعندي شيء بسيط بقول لكم إياه. تفضلي. وردة حضن الخليج، ينتشر اسمك أريج، من حروف الكدر عاني تتصد البحر، عطرت روح البشر باسمك بروحك يا قطر. ما قصرت يا دانا، ما قصرت، مشاعر طيبة، وحبيت تعبر عن كلمات جميلة. صحيح دانا، لهنتي يا دانا من قطر، شكرا على الاتصال. شكرا لك يا دانا على هذه الكلمات اللي كانت مليئة بالمشاعر، شكرا لك يا دانا. وأيضا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج، برنامج مشاعرنا، واللي نقول دائما فيه ان انتم المعازيب وحنا الضيوف. فاصل وراجعين لكم مع مشاعركم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم مع برنامجكم مشاعرنا. قبل ما ناخذ الاتصالات راح نتكلم عن ضيفه اسمها بالذهب في قلوب القطريين، من أكثر من 45 عام أمضتها في خدمة الإعلام القطري، وعرفت بحضورها المميز على الشاشة وقدرتها على جذب المشاهد، قدمت من خلال برامجها كل ما يليق بالقيم والأخلاق من فكر وثقافة ومعلومات، كما حصلت على العديد من الجوائز ضمن مهرجانات ومسابقات محلية وخليجية وعربية. ضيفتنا اليوم الإعلامية المميزة والغديرة ذهبية جابي. بس سعيد قبل ما ترحب فيها بقولك والله ما هي بضيفة،
أكيد 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 أكيد. أرحب فيك أستاذة ذهبية جابي، أنا سعيد وأخوي سعيد سعيد بعد باستضافتك معنا. كلنا سعداء. في قناة الرياض. كلنا سعداء. الله يديم علينا السعادة. بهالمناسبة الحلوة فعلًا. حتى أنا سعيدة جدًا بإني أكون بينكم في قناة الريان لأول مرة. القناة اللي أحس إنها فريدة من نوعها، تؤرخ للتاريخ وأيضًا عينها على المستقبل. إن شاء الله الله يوفقكم يا رب. آمين. طبعا لما تكون متواجد ابو محمد مع اقامه اعلاميه مثل مدام ذهبيه، يعني انا يمكن عاجز احيانا لو اسالها صراحه او بدخل معها الموضوع، لكن بحكم ان قعدتنا اليوم برنامج اسمه مشاعرنا راح نسولف معك عن ذكريات جميله عشتيها في قطر. بس متى كانت؟ كانت عام 1968 اول مره جيتي قطر فيها. يعني المشاعر لو تقال بكلمات كانت سهله، كنت اود انه يكون في جهاز يكشف لنا عن مشاعرنا نحو الناس اللي بنحبهم. الله حقيقي. فمشاعر لا توصف، لكن زي ما بقول المثل، يعني من عشر القوم 40 يوم بصير منهم، فما بالك في سيدة عشرة القوم 45 سنة هي وأولادها وزوجها خمس سنوات من قبلها. 50 سنة. أنا جيت إلى قطر عروس ولا زلت أحس أن أنا عروس. ليش؟ لأنه أهل قطر فعلا حبوني، أعطيتهم وأعطوني، بذلوني الحب بالحب والعطاء بالعطاء. أستاذة ذهبية، المحبة من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. ما هو السر في هذا الحب المتبادل ما بين ذهبية جابي وما بين هالقطر؟ أعتقد أنه الناس سبحان الله، هو في شيء اسمه بسموه كاريزما. هالكاريزما بتيجي من عند الله، يعني حب أنك تشوف شخص تحبه من أول مرة، هاي من الله سبحانه وتعالى، العبد ما له يد فيها. لكن أيضا الناس بتحس فيك، إذا حبيتك حبيتهم بتحبك. في ناس يعني مرهفي الإحساس، بتحس فيك بقدر ما بتعطيهم بتعطيك. أنا بحب الناس لأنه يعني وهم حبوني بدلوني هذا الحب على مدى 45 عام، عمر ليس بقصير. وعندما حضرت لقطر لأول مرة كان ذلك عام 68، لأول مرة أدخل دولة خليجية، جيت من الأردن. كان زوجك يعمل في قطر مثل ما قلت 5 سنوات؟ كان زوجي يعمل في لما قطر. لما قال لك إحنا رايحين قطر؟ أنا ما بعرف وين قطر، كنت أدور عليها في الخارطة، ما كنت أعرف وين قطر. وكان عمري في ذلك الوقت 19 عام. بس عفواً بدي أعتذر عن صوتي لأنه المكيفات في الاستوديوهات دائما بتعمل لي مشكله وازمه، بس ان شاء الله اليوم بقدر اكلمكم. يعني متميزه حتى في حضرتك متميزه. الله يخليك. فاول ما دخلت وصلت من المطار يعني حسيت ريحه البحر اللي انا مو متعوده عليها. ريحه ما يعني ما عجبتني، قلت الريحه هاي غير، احنا عندنا طبعا في الاردن بحر لكن بحر ميت ما في سمك. صحيح. فهون البحر كانت ريحته مميزه. هذا اول انطباع لما دخلت الى قطر ونزلت من الطياره. وبعدين صرنا نحب البحر ونحب هال البحر ونحب النواخذة ونحب يعني السمك ونحب، يعني عشنا مع قطر ومع اهل قطر على الحلوة وعلى المرة. والله يصدقني كانت أياما تنقطع الكهرباء بثلاث أيام وأربعة، ويخيس الأكل في الثلاجة، ومع ذلك كنا نطلع على السطوح ننام زينا زي القطريين. كنا نروح عند أقرب جار عنده عنده مكيف أو الكهرباء مش قاطع عنده. كانت أيام حلوة وبسيطة. والجيران القطريات لما تقولك تعالي، أم محمد كان عندي جارة رح أشرب القهوة أنا وياها الصبح، يعني كانت قهوة الضحى شكرا. وبعد الظهر وكله يحب موجودة قهوة الضحى أبو محمد ولا خلاص؟ أم محمد والله أنا تركت البيت فسكنت في منطقة أخرى، سكنت في الريان. حب الريان أنا ترى. أنا عندي مشكلتي، عندي إخلاص لأي مكان أكون فيه. الله يجزاك. لأي مكان أكون فيه أحب هذا الإخلاص. حتى هذا الحب ورثته لأولادي. يعني أنا بذكر كان ابني كان عمره 7 سنين، كان في مباراة كرة قدم خليجية بينها قطر، فريق قطر وفريق آخر خليجي ما أدري والله أبوظبي الكويت. المهم ابني وصاحبه في البيت عنا بيراقبوا المباراة، فما أدري اسمع صوت صراخ، إيش في يا ماما إيش في؟ بقول لي هذا، بقول لي إن شاء الله قطر تخسر في المباراة.
وابني لم يحتمل انه عاش المربع قتال يقول له مولود في قطر ان شاء الله قطر تخسر وحاربهم ذاك اليوم يعني زال عليه. استاذه ذهبيه انت عملتي سلسله من البرامج التلفزيونيه في تلفزيون قطر وكنتي واحده من نجمات تلفزيون قطر. تقريبا بديتي في العمل في تلفزيون قطر من يعني بداية من بدايته تقريبا ببداية السبعينات بداية السبعينات في 71 في برنامج احنا تحصلنا عليه استاذة ذهبية. برنامج هذا كنت عاملته انت مع مجموعة من الأساتذة اللي درسوا سمو الأمير الله يحفظه الشيخ حمد بن خليفة. والآن راح نستعرض مع مشاهدينا الكرام مجموعة هذه او ملخص لمادة في المية راح نتابعها معاكم الآن. وأيضا نترك لك التعليق أستاذة ذهبية على هذه الصور. كان لقاء مع أساتذة درسوا سمو الأمير وراح يظهر فيه الأستاذ المصري أستاذ أحمد الله يرحمه أحمد منصور اللي زار سمو الأمير أو زار أهله بعد ما توفى في مصر. نعم هذه الحلقة نعرف التاريخ كم بالضبط سنة كم مدام ذهبية؟ الحلقة اللي أتذكره أنه سمو الأمير الله يحفظه كان عائد من عملية زرع كلى وما أدري بالضبط تاريخ، لكن أنا كنت مسوية برنامج أنا وزملائي في تلفزيون قطر برنامج على مدى 3 أيام ترحيبا بعودة سموه. وشخصيا بكل بساطة سمو الأمير شاهد هذا الشريط في منزله، وسمو الأميرة اتصلت لتشكرني أنه كان برنامج جميل لكنه كان طويل كان ممكن أنه إحنا نختصر منه. فكنت سعيدة يعني أنه هون أهل قطر بيتعاملوا مع بعض بحسن نية بتواضع بطيبة بطيبة الإنسان أستاذة ذهبية نشوف الآن ركن الجزائر بإشراف الطالب حمد بن خليفة بن حمد آرثان اللي هو سمو الأمير الله يحفظه. سمو الأمير كان كاتب هذا الكلام وهو في والجزائر العربية أنا للجزائر أن تعود لأهلها. نعم هذول أصدقاء سمو الأمير. والحقيقة البرنامج طويل جدا بس يمكن إخواننا في القناة اختصروا منه طبعا لضيق الوقت. نعم. ولكن هو برنامج جميل جدا عملت فيه أنا وزميلي المخرج الأستاذ المخرج المبدع محمد البدر في المقالة ويشرفني يعني أنه أنا اشتغلت في هذا البرنامج. نعم سمو الأمير يكتب مقالة منذ أن كان عمره تقريبا 10 سنوات أو إلى ذلك. أنا للجزائر أن تعود لأهلها. أنا للجزائر أن تعود لأهلها. سمو الأمير ربما كان يحمل على عاتقه القضايا العربية حتى وإن كان يستشرف المستقبل ويحمل على عاتقه هموم العرب كلهم. يعني سمو الأمير عندما توفي الله يرحمه صديق من أصدقاء اللي بيظهر على الشاشة يمكن بعد قليل أحمد منصور كان أستاذه وأنا عملت له لقاء. عندما توفي ذهب إلى مصر ليقدم العزاء لأهل أستاذه، ودل هذا على شيء فإنه يدل على أنه سمو الأمير إنسان حساس وإنسان ديدنه هو مقابلة الإخلاص بالإخلاص وبأكثر من الإخلاص. يعني سمو الأمير أنا بشبهه برجل طوع العالم بحكمته وليس بسيفه. طوع العالم بحكمته الدبلوماسية اللي عنده إعطاؤه يعني كل ذي حق حقه. حتى أنا واحدة من الناس اللي أنصفني سمو الأمير والحمد لله. فيعني والآن يعني ماذا تريد أن تقول في مثل هذه المناسبة الحلوة؟ المشاعر لا تكتب ولكنها تترجم إلى أقوال تترجم إلى أفعال. اليوم شبابنا شاباتنا كلهم عم بيشاركوا. شبابنا الحلوين اللي كل ما بشوفهم بتذكر حمائمهم يوم السلام جوارحهم يوم الفدا. مش كثير حلو هالكلام كتير حلو وهذا هو الواقع. فيعني أنا أتمنى لقطر كل الخير وأشوف الكل مشارك من صغار من كبار من شبان من شابات من شيبان. فهذا يدل على شيء فيدل على الحب. الحب اللي أنا أخذته يمكن الشيء الوحيد اللي أخذته من قطر هو الحب حب الناس. نعم. والحب هذا لا يقاس بمقاييس وما بتعرف شو سبب الحب.
بس أكيد الناس بتحس فيك، بتحس بمشاعرك أكيد نحو الآخرين. نعم. إذن تابعنا أستاذ ذهبية معاك هذه المادة الفيلمية والتي كتب فيها سمو الأمير عندما كان طالبا، أنا للجزائر أن تعود لأهلها. ومثل ما قالت الأستاذ ذهبية، سمو الأمير كان يستشرف المستقبل وكان يحمل الهموم العربية ربما من صغره، بل أكيد من صغره حفظه الله. وأيضا ذكرت الأستاذ ذهبية بأنه طوع العالم بحكمته. دعونا الآن نتابع سمو الأمير أمام العالم ماذا قال عن القضايا العربية. وأني لتساءل أحيانا لماذا لا يفعل المجتمع الدولي شيئا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بقضية الشرق الأوسط، ولماذا لا يصدر مجلس الأمن قرارا تحت الفصل السابع يلزم إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة ووقف الاستيطان وإعادة عملية السلام إلى مسارها الشامل وترك مسار الحلول الجزئية التي لم توصل إلى نتيجة؟ ولا أجد لهذا التسائل جواباً. رغم كل ما تعانيه منطقة الشرق الأوسط، فإن القضية الأساسية تظل القضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية في الضفة الغربية وهضبة الجولان ومزارع شبعة في جنوب لبنان، إلى جانب الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة واستمرار اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. مثل ما قلت أبو محمد، مثل ما قالت مدام ذهبية، سمو الأمير وهو في طفولته يستشرف المستقبل. سبحان الله، الكلام هذا كتبه وكان هو صغير، والآن قاله في وين؟ في هيئة المتحدة. نعم. في اجتماع الجمعية العامة للمتحدين. أنا ودي بس نظهر شوي وتذكر مع مدام ذهبية دور المرأة القطرية في السابق. يمكن كان يعني ما كان لها ذاك الدور الكبير في السابق، الآن كيف تشوف دور المرأة القطرية في وقتنا الحالي؟ المرأة القطرية بصراحة انطلقت انطلاقة قوية، كانت خجولة في البداية وتكاد تكون معدومة. لأنني من خلال عملي في تلفزيون 40 عام كنت أبحث عن وجه للمرأة القطرية يشاركنا البرامج، لدرجة أنني ذهبت أنا ومديري علي القحطاني والأستاذ طلال العطية إلى جامعة قطر حتى نبحث عن وجوه قطرية تظهر على الشاشة. وقبل فعل قمت بتدريب 6 بنات، منهم استمرت منهم 3 ونجحوا، والثلاثة الباقيات يعني ما مشي الحال معهم. فالمرأة القطرية موجودة في كل مكان، كاتبة، أديبة، طبيبة، وصحفية، أم ناجحة. الآن دخلت المرأة عصر تعرف الحسابات والبنوك والمصارف وفي كل مكان، لكن المرأة القطرية كانت يعني عندها قناعات أو عندها ثقافات تحكمها في عصر الثقافة، أنه حكم الثقافة أنه المرأة مش لازم تظهر على الشاشة. حصلت قفزة مع المرأة القطرية الآن لو بتلاحظوا، لم تكن قبل ذلك. السبب هو بكل بساطة سمو الأميرة الشيخة موزة. عندما ظهرت هذه المرأة لأول مرة على صفحات الإعلام ووسائل الإعلام والجرائد، عندما وقفت بقامتها وبثقافتها وبآرائها الجريئة، وعندما وقفت على أعلى الميادين في العالم، في أوروبا، في أمريكا، عتلت الميدان لتقول أنا امرأة قطرية وأنا امرأة عربية وهذه مطالبي. تكلمت في الأدب، تكلمت في الفن، تكلمت في السياسة، تكلمت في الثقافة، تكلمت في أعمال الخير التي لا تعد ولا تحصى التي تقدمها دولة قطر، وشاركت في مشاريع كثيرة، وايز هوب وصلتك إلى آخره. بعد أن ظهرت هذه المرأة، والحمد لله أيضا ظهرت المرأة، هذه المرأة الوردة التي نشرت عطرها على كل دول العالم بثقافتها وباحترامها لنفسها وبتأييد من زوجها وأميرها. صحيح. سيدنا الشيخ حمد بن خليفة، هذه المرأة استطاعت أن تفعل الكثير وأن تغير من مفهوم ظهور الفتاة القطرية. صحيح. على الشاشة. ويكفي أننا هذه المرأة استطاعت أن تسخر الجامعات العالمية. صحيح. التي حتى لم نكن لنحلم بأنه إحنا نرسل أولادها إلينا. الجامعات العالمية اللي مش موجودة في أي دولة عربية الآن أصبحت الآن مسخرة و
وتجر أقدامها إلى قطر صحيح. حتى يتعلم فيها الأولاد ويبعدوا عن الغربة وعن مشاكل الغربة وإلى آخره. نعم. فأنا أحييها أحييها تحية كبيرة لا نهاية لها. منذ ذلك الوقت بدأت المرأة القطرية تظهر الآن في المجلات في الصحف ومحافظة على عاداتها وعلى تقاليدها وعلى مظهرها على هويتها الرسمية على هويتها. نعم مشاهدين الكرام مستمرين معاكم إذن مع ضيفتنا الأستاذة ذهبية جابي في برنامج مشاعرنا ومستمرين أيضا في تلقي مشاعركم ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير مستمرين معكم في برنامج مشاعرنا الذي نستضيف من خلاله الأستاذة ذهبية جابي التي شرفتنا بالتواجد والحضور معنا في الاستوديو. مرحبا بك أستاذة ذهبية واعتقد سعيد الآن راح معنا اتصال أستاذك مدام ذهبية ناخذ اتصال من أخوي فالح من الجميلية. مرحبا يا فالح. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. مسيتوا بالخير جميعا. مرحبا بك يا فالح. حبيت أهني طال عمرك. تفضل أبرك الساعات. أرفع أسماء التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى ولي عهده الأمين تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الشعب القطري كافة. وأبارك لهالمنطقتي منطقة الجميلية وتهنئة خاصة لقبيلتي قبيلة سبيع وجل دولتنا إن شاء الله في أمن وأمان وسعادة وقناة الريان المتعلقة وبيض الله وجهكم جميع. وجهك وجهك لهنت لهنت فالح على المشاركة والاتصال. يعطيك العافية. كان لي تعليق على كلام سمو الأمير. نعم بس عذرا خلينا ناخذ الاتصال هذا مع أم محمد. مرحبا يا أم محمد. أم محمد حياك الله. هلا مرحبا. يا مرحبتين طال عمرك. أهلين. يسعد لي مساكم وبس بقيت أقول حق أم محمد إن إحنا أهل الريان نحبك بعد وايد. حبيت أقول لكم يا أخوي سعيد وأخوي سعد إن أبارك لكم على التقديم الرائع والمتميز والتغطية الجميلة جدا لقناة الريان. الصراحة فرحتونا وحسستونا إن إحنا في قلب الحدث من جميع يعني تغطياتكم حق جميع الأحل يعني الفعاليات من المرادة وعبد القصي التغطيات درب الساعي ككل. أبدعتوا وكفيتوا ووفيتوا عساك مع القوة والله يبارك لكم على هذا الإبداع وللأمام وعسى ربي يكتب لكم الخير في كل خطوة تخطونها. آمين. ولقمة يا بلادي ويا عيال بلادي وننتظر إن شاء الله تغطية اليوم الوطني اللي إحنا بلا شك يعني متأكدين إن أنتوا راح تبهرونا زيادة ومتحمسين له يعني بشكل مش طبيعي وقدام يا قناة الريان وقدام يا عيال بلادي. تسلمين تسلمين أم محمد على المشاعر الطيبة. شكرا لك على المشاركة الطيبة. لا أنتي أم محمد. كنت تقولين كلمة بسيطة ذكرتها. لا كنت معقب على كلام سمو الأمير على استشرافه للمستقبل و. اهتمامه بقضايا الوطن العربي والحقيقة هذا ليس بغريب عنه مش أنا يعني بحكي كلام لمجرد هذا ما هذه الرؤية العالمية أو العربية كلها لهذا الشخص المناضل يعني كم هو سباق ذهب إلى غزة وفك الحصار هو الوحيد الزعيم العربي أو نقول الرئيس العربي الوحيد ذهب هو اسمه الأميرة هو الرئيس العربي الوحيد اللي أنا ما بنسى أبدا أنه ذهب لزيارة جزر القمر أو القمر كما بسموها ولا زعيم عربي زار جزر القمر. ليش؟ لأنها فقيرة. سمو الأمير راح ودفع الرواتب تبعت المتأخرة للجنود في ذلك الوقت. طيب ليست هذه لفتة إنسانية؟ ليست هذه لفتة إنسانية؟ إحنا بس نزور نجامل إحنا ما بس نزور نجامل نزور أيضا للمساعدات نعم. وما يقدم ما نقدمه اليوم يعني هو ما نأخذه معنا إلى الآخرة صحيح. بس ما في شيء بنأخذه صحيح. إلا ما نقدمه في دنيانا. هذا الواضح سمو الأمير لغير مستغرب عليه طبعا. نعم إذا ناخذ اتصال ومعانا اخونا علي من المعراض. مرحبا يا علي. مرحبا يا سعد مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور وكل سنه وانت طيب طال عمرك وقطر بخير. طيب وبصحه وبسلامه. مسي عليك وعلى اخوي سعيد بن عجان. الله يمسيك بالنور. الاعلاميه القديره ذهبيه جابي. شكرا. التي دخلت قلوب القطريين قبل ان تدخل بيوتهم. ونشكركم على هذه اللفته التي ليست غريبه على هاي قطر استضافه الاعلاميه القديره. أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام الوالد القائد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني وإلى ولي عهد الأمين
وإلى صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، وإلى سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة الثاني، وإلى كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة. وعندي بس طلب بسيط. عامر تامر أمر يا علي. ما يبدأ عليك طالب مسلم. هي مجرد أمنية أتمنى أن تتحقق. تفضل طالب. للجميع في يوم الاحتفال دعونا نحتفل بأسلوب حضاري. نعم. بدون حزن. دعونا نحتفل بعفوية، الصغير قبل الكبير، دعونا نندمج ونحن مندمجين أرواحا الحمد لله في هذا الوطن المعطاء مع أطيب الأمان وأصدقها، أن يستمر العطاء والتحدي والإنجازات إن شاء الله لهذا البلد. الشكر. أمنيتك طيبة علي. شكرا لك يا طيبة. علي هو صادق. نحتفل ما قصرت. طبعا ما قصرت، نحتفل بالتزام وبحب. يعني يمكن هو أنا استطعت أني استشف من كلام الأخ علي شيء ما، أنه ما يحدث للأسف في بعض دولنا العربية الآن. الربيع العربي الذي تحول إلى خريف بسرعة، وكأن ورود الربيع العربي لا تنمو إلا إذا رويت بدماء الشهداء. يعني الكلمة الآن لم يعد لها وجود، أصبحت قنبلة، والحوار أصبح تعطلت لغة الكلام على رأي الشاعر. فياريت الله يجمعنا على الخير، ياريت هذه الدول تأخذ درس من الدول المحبة كدولة قطر مثلا. الحمد لله يا رب الله يجمعهم على الخير ويفك أسرهم يا رب. لأن هذا اليوم مبارك الذي نعيش فيه احتفالاتنا بدولة قطر، فرحة لنا. نتمنى أن هذه الفرحة أيضا تعم على جميع دولنا العربية. آمين. مصر وسوريا وليبيا والعراق و و و و إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا دكتور. إن شاء الله بس فلنا نكمل حزننا اليوم إن شاء الله بنشارك بفرح. إحنا وإحنا حتى وإن كنا نحتفل ما ننسى إخواننا في الدول المجاورة، حتى أن اليوم سمو ولي العهد في كلمة له كان أمام المؤتمر السنوي للبحوث وللدراسات السياسية، سوف نعرضها مباشرة لكم مشاهدين الكرام بعد ختام هذه الحلقة من برنامج مشاعرنا، كلمة سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمام افتتاح المؤتمر السنوي لمراكز الأبحاث والدراسات السياسية، حيث ذكر سمو ولي العهد في حديثه أمام المجتمعين وأمام المفكرين من مختلف دول العالم سياسة دولة قطر ومنهج دولة قطر في نصرة إخوانهم في الدول العربية، وأيضا يرسل رسالة ربما إلى بعض القيادات والمفكرين العرب بأن الثائر العربي أو المواطن العربي هو يبحث عن كرامة ويبحث عن عزة وعن كرامة. متى تواجدت هذه العناصر فأن المواطن سوف يكون عائشا بسعادة، سوف يكون داعما للقيادة. نعم وانت صادق. نعم. يعني أحد الكتاب المعروفين واللي أنا كتير بحب أقرأ لهم بيقول مقومات الدولة السعيدة الفرحة ثلاثة: الحب والخبز والأمان. الحب والخبز والأمان. الحب والخبز والأمان متوفرين والحمد لله عندنا. احنا ما بنطول على المشاهدين مدام ذهبية. نعم. في اتصال معنا من الصين، ناخذ اخونا علي من الصين. مرحبا يا علي. السلام عليكم. عليك السلام والرحمه. ايش حالك ابو عجان؟ زال حالك الله يسلمك. شلونك ام مثلع؟ يا مرحبا يا علي الله يطول عمرك. لو كنتم طيبين. خير جزاكم خير يا علي. مبروك عليكم عيد قطر ان شاء الله جميع. اليوم الله يبارك فيك. حبيت ابارك سيدي سمو الامير وسيدي سمو العهد بمناسبه اليوم الوطني، وبارك الشعب القطري كافه بمناسبه اليوم الوطني. وصح احنا بعيد منكم لكن احنا قلوبنا معكم. متواجدين معنا. علي وش عندك في الصين طال عمرك؟ طال عمرك انا امثل الدوله في السفاره طال عمرك. الله يحفظك الله يحفظك يا علي، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق الله والسداد ويردكم لنا ان شاء الله بالسلامه. قطر على الجميع. ما يحتاج المحاضرين معنا. علي تابعنا شلون في قناه الريان؟ والله تابع النت والله يعين، ترى الارسال يجي عقبها خمس دقائق. لا ابشر بالخير ابشر. احنا الحين طال عمرك انطلقنا على ثلاث قنوات، قناتين اتش دي وقناه ايضا على النايل سات اللي هي الاس دي، وباذن الله خلال اليومين القريبه ان شاء الله راح ننطلق على القمر الهوت بيرد وراح تشوفونا ان شاء الله. والله لو على سياسات يكون افضل، لان الهوت بيرد ما يوصل ابدا ان شاء الله. مالكم الا طيبه الخاطر ان شاء الله.
يوصل البث لأي مواطن إن شاء الله، يخدم الدولة في مختلف أنحاء العالم. الله يجزاكم خير إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يجزاك خير يعني، وكل سنة وأنت طيب، وسلمنا على أعضاء السلك الدبلوماسي وكل الإخوان اللي هناك. الله يجزاك خير إن شاء الله. كل عام وأنت بخير. بارك الله فيك. إذن معنا اتصال أيضا جديد، معنا محمد وهو آخر اتصال معنا في البرنامج. مرحبا يا محمد. مرحبتين، الله يحييهم. الله يبقيك ويطول عمرك، وكل سنة وأنت طيب يا محمد. طلع وبعدين. الله يحييك ويطول عمرك. كل سنة وأنت طيب. حبيت أمسي على ضيفتكم ذهبية. حبيت أهني سمو الأمير ولي عهده بمناسبة اليوم الوطني، وقبائل بني هاجر وقحطان كافة. يستاهلون. الأخوان محمد بن زايد الخيرين. كل عام وأنتم بخير. وأنت بصحة وسلامة يا محمد. لا أنت بقاسم، لا أنت المشاركة الطيبة، لا أنت. أهينك ولا أنت. لا تصل. محمد يعني كنا أقول لك قبل شوي كنا نتكلم في الفاصل، يعني كنا صغار ونشوف مدام ذهبية جابي، والله أراد سبحان الله وأصبح الحلم حقيقي وقعدت معنا مدام ذهبية. أي لكن ما قلت لي قصة أنت الحين. مشاهدين يوم طلعنا في الفاصل يقول أستاذة ذهبية قدمت في الثمانينات، ما أدري كم كان عمره عاد بن عوجان ذاك الوقت، قدمت تقرير وقالت في بداية قبل ما تعرض التقرير نصيحة أو رسالة لأولياء الأمور، جنبوا أطفالكم الصغار مشاهدة هذا التقرير لأن فيه بعض المشاهد الخطرة وكان فيه أسد يفترس له إنسان. لا معلم القصة عاد. لا هذه الله خير قالت حق المشاهدين، أنصح الأباء والأمهات إن ما يخلون عيالهم يشوفون المقطع الجاي، المقطع الجاي فيه دم وفيه منظر يعني، فأنصح اللي ما عدم مشاهدته. فأنا لا شفت الإعلان لقيت أبي أشوف المنظر، فشفت المنظر ذاك ما رقيت، قاعد حاتم وين جاء الأسد وكان الرجال ذنبك على ذنبك. فمن المواقف الجميلة وكانت برامج جميلة جدا قطرها. الحمد لله تلفزيون قطر لم يقصر، لم يقصر في الحقيقة. واللي بيقول إن تلفزيون قطر فشل وما فشل، أنا بعترض على هذا الكلام. صحيح. إذا كنا نود أن نقيس نجاح أي تلفزيون بعرض مسلسلات تركية أو ببرامج مسابقات تافهة أو فتلفزيون قطر هو في القمة، كان دائما في القمة، أخذنا جوائز كثيرة. صحيح. يكفي أننا من خلال تلفزيون قطر ولأول مرة في أحد برامجي ذهبنا إلى سوريا، صورنا كل اللي كانوا متضررين من ضحايا صبرة وشتيلة والعدوان الإسرائيلي الغاشم. كان أول تلفزيون قطري بيروح لهناك وبيصور، وأنا روح صورته مع زملائي. أيضا كان أول من زرع دعا إلى زراعة الكلى، كنت أنا وزملائي. كانت زراعة الكلى هي الكلى العربية الفصحى. هي الكلى وليس الكلى. وليس الكلى. دكتورة خطأ شائع دائما يقول الكلى هو الكلى. فكان والحمد لله كانت الناس متخوفة من زراعة الكلى وتقول حرام. جبت لهم الشيخ أكبر شيخ في دولة قطر، أستاذنا الفاضل الشيخ القرضاوي وشيوخ أخرى قطريين، وقالوا لهم لا يا جماعة. وحصل أنه أول زراعة كلى كانت لطفل مصري من طفل قطري متوفى حديثا، وكانت في برنامجي والحمد لله. مما لا شك فيه، مما لا شك فيه. وهرجة كلمة تمة قالت يا مدام ذهبية يمكن ما كنت من موجود لسمو الأمير، تذكر البرنامج اللي قلت لي عنه اللي سمعه أعطى أمر الله يعطيه الصحة والعافية. أطباء على الهواء كان عنده فقرة برنامج أطباء على الهواء، كان يتكلم عن موضوع الأنابيب بس بشكل بسيط قبل عشان وقت البرنامج دعمه. تذكر الموقف النبيل سمو نعم الأمير. أشكرك أنك ذكرتني فيه، طبعا ليس بغريب سمو الشيخة وسمو الأمير، أعتقد أنهما يعملان جنبا إلى جنب. صحيح. مرأة تحب زوجها وتحترمه، زوج يحب زوجته ويحترمها، يعملان يدا بيد. أما مش تكون المرأة في صوب والرجل في صوب. صحيح. لا ينجح يعني إنسان لوحده بيشتغل، الحب دائما لازم يجمع كله، حتى الزوج والزوجة، حتى لو كان أمير وأميرة، الحب اللي بيجمع هو هذا الحب الناجح. فأنا كنت عندي برنامج كان اسمه أطباء على الهواء، كانت الحلقة عن الولادة والنساء. اتصلت إحدى الأخوات من اليمن وطالبت يعني سمو الأمير، طالبت البرنامج بأنه يا ريت لو تسمحوا لنا بأنه نستعمل تقنية أطفال الأنابيب. كانت التقنية حديثة في دولة قطر وكانت مقتصرة على القطريات فقط لأنها جديدة وتكلف غاليا ويعني لسه ظاهرة. نعم ظاهرة. فأنا بصراحة كأم وعندي والحمد لله ولد وثلاث بنات، أحس بقديش أن الأمومة غالية وقديش صعب أنه إنسان يخلف. فوجدت نفسي على الهواء بعد أن اتصلت هذه السيدة القطرية اليمنية،
أناشد سمو الأمير على الهواء بكل بساطة، لأني أدري أنه بسيط وأنه يستمع للكل، الله يطول وأنه يتجول في الشوارع يقبل الأطفال كما رأيته يوم أمس. فبمباشرة يعني طلبت من سمو الأمير، قلت له أنت أيها الأب تعرف قيمة الأبوة، فرجاء لو تسمح لغير القطريات بأنهم يستعملوا تقنية أطفال الأنابيب. تمر كم يوم وخلاص يعني ليش سويتي، مش مسؤوليني، مسؤوليني كانوا معطيني كل الحرية الحمد لله، الناس الآخرين شو هالجرعة شو. المهم أنا في يوم من الأيام بعد 3 أيام تتصل فيها سيدة تقول لي صباح الخير مدام ذهبي، قلت لها صباح النور، قالت لي أنا أم جاسم، كل أهلا وسهلا، مين أم جاسم؟ قالت لي أنا الشيخة موزة. تتصل فيها في بيتي يتلقوا لي ذهبية، أعلني في حلقتك القادمة إن تقنية أطفال الأنابيب أصبحت متاحة للجميع بأمر من سمو الأمير، الله يطول عمرك ومساعدتك أم. وهذه المرأة اليمنية التي اتصلت أنجبت ولدا بدون أي مصروفات، تكفلت بعلاجها سمو الشيخة، أنجبت علي. وأول ما أنجبت علي بعد 42 عام، هي 42 سنة عمرها، بعد 22 سنة من العقم أنجبت علي، وأول زيارة جي عندي البيت علي وزارني. الله يعطيك العافية، شكرا. ونختم يعني بهذه القصة الجميلة أستاذة ذهبية، وتعقيبا على حديثك عن تلفزيون قطر، تلفزيون قطر لا شك بأنه تلفزيون الكل محل التقدير، وهو التلفزيون الرسمي للدولة. وأيضا نوجه التهنية لجميع من عمل في لجنة دعم وتطوير العمل التلفزيوني في تلفزيون قطر، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح إن شاء الله، لأنه راح ينطلق بإذن الله تعالى يوم غدا في تمام الساعة 7:30. فلهم منا جزيل الشكر على الأدوار التي قاموا بها في السابق، وعلى أيضا ما سيقدمونه لنا كمواطنين. شكرا لك أستاذة ذهبية، سعيد جدا بمقابلتك على الصعيد الشخصي. وأنا كذلك. وأيضا شكر أخوي سعيد. الله يخليكم. لا تنغروا ترى تقولوا خبيرة ما خبيرة، الخبرة بيقول لك مشط لا تحصل عليه إلا بعد أن يشيب شعر راسك. بارك الله فيك. لما تشيب شعر راسكم إن شاء الله نلتقي. المشاهدين الكرام، إحنا إن شاء الله معاكم بإذن الله في نفس الموعد بكرة إن شاء الله 10:00. برنامج مشاعر من تلفزيون ريان، وناطريكم وناطري مشاعركم. أنا أختكم نعم. وأنا بحاجة لمساعدتكم، وأي وقت أنتم بحاجة أنا بحاجة لكم. ما يحتاج، أستاذة كبيرة، كلنا بنتعلم من بعض. ما لنا غناء، ما لنا غناء. شكرا للأستاذة ذهبية. إذا مشاهدين الكرام، بعد ختام هذه الحلقة سوف نستمع لكلمة سمو ولي العهد الأمين أمام المؤتمر السنوي للمراكز البحثية ودراسة السياسات. إلى اللقاء.